الضيوف اللي ما عندهمش المشكلة دي في بلادهم، الضيوف اللي ما عندهمش مشكلة خالص، بل يمكن تكون عندهم مشكلة عكسية، ان هم النمو الديموغرافي عندهم اقل من المستهدف. لا، ده الدول اللي عندها نمو ديموغرافي اكبر وعبء على الدولة، الحقيقة ليه تأثيرات وتداعيات سلبية كبيرة جدا على جودة وقدرة هذه الدولة. بالمناسبة هو الدكتور خالد بيتكلم على ان تعليم جيد، وانا لما ما عملتش تعليم جيد هيبقى فرصة التشغيل الجيدة متاحة؟ لا. طب لو ما بقدمش صحة جيدة، المواطن ده هيعيش حياة جيدة؟ لا. طب لو ما عنديش تشغيل مناسب، هيبقى المواطن ده بيشتغل اي شغلانة يدوبك تسد حاجاته الاساسية؟ هل ده معقول؟ انا اطلت عليكم، لكن برحب بيكم، واتصور ان المجلس القومي للسكان محتاج ياخد قوة دفع اكتر كده عشان مش عشان بس ان احنا يعني نخلي المسؤول عنه دولة رئيس الوزراء او حتى انا، لا، ده هي المجلس القومي للسكان بصراحة محتاج ان هو يعني اقل ما يمكن ان احنا نعزز دوره خلال المرحلة دي والفترات طويلة لغاية لما نقول ان احنا حققنا شكل من اشكال النجاح. ولكن فانا هقول دولة رئيس الوزراء يبقى مسؤول هو رئيس المجلس في المرحلة دي، لكن بقول تاني ان الدولة كلها مدعوة، الاعلام، رجال الدين في المسجد والكنيسة، المثقفين والمفكرين، محتاجين طبعا الحكومة، الكل مدعو، منظمات المجتمع المدني تساهم في هذا الدور أيضا. أنتم مدعوين لمواجهة مشكلة هي من أكبر المشاكل، اللي النهاردة كان المواطن في الخمسينات كانت بيقبض جنيهات وكان سعيد جدا بالجنيهات ديت، ودلوقتي بيقبض آلاف الجنيهات ومش سعيد. شكرا جزيلا.